كنت بقى شاهد عيان امبارح، احكي لي بقى التفاصيل. التفاصيل بص بقى، هي ليله كده، ليله العمر. والله العظيم، والله ما محضر الكلمه، هي طلع كده زي امبارح، انت مش محضر حاجه خالص. ليله العمر يعني محدش كان عارف امبارح في ايه خالص والله. الاهلي هيعلن عن قبل ايه ما تيجي بالظبط، انا اقسم لك بالله الساعه 4 عارف، يعني محدش عارف ايه. في حاجه كبيره، وفي حدث، وفي حاجه في التتش بتحصل، وفي تجهيزات، وفي توضيبات، وفي امور. ايه بقى اللي هيحصل عشان؟ طب ايه اللي هيتقال؟ طب ايه اللي هيتعلن عنه؟ لكن بقول لك بامانه، هي ليله العمر، لانها ليله من افضل الليالي التاريخيه. لازم نبارك فيها مبدئيا لمجلس اداره النادي الاهلي، أكيد كابتن محمود الخطيب، وكل فرد أكيد عمل جهد في النادي الاهلي، لان المجهود ده مش مجهود يومين ثلاثه ولا شهرين ثلاثه بس، لا دي مجهودات كبيره جدا جدا جدا. قبلك في نفس المجهود شركه وطنيه كبيره ولدت عملاقه، شركه استادات، يعني داخله مع النادي الاهلي تقول انت بتحط الوحده الاقتصاديه بينك وبين النادي الاهلي ل 2045. تمام. اما تيجي وانا قاعد عشان اتكلم، يتقال لي اللي هيبقى فيه حمام سباحه مغطى اولمبي عالمي هيضاف على مقر النادي الاهلي في الجزيره، فانا يعني احنا مولودين في الجزيره، تطلع تبص الناحيه دي، طب هنجيب منين؟ انت ما جنبكش صحراء، ما جنبكش حاجه، مفيش، هتنزل حاجة تعملها بالزبط. جوه النيل، انت بتستغرب. فتلاقي ان 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 المفاجات كانت كتير جدا 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 جدا. بدايه انا كابتن ميدو من حلم كل الاهلاويه، حلم كل الاهلاويه، وهو استاد النادي الاهلي. تمام. فلما يبقى الحلم الكبير ده اللي هو ياخد سنين عشان يتعمل، وكل الناس عارفه كده، انه ياخد 5 سنين، 3 سنين، 6 سنين، 7، لا، حلم الاستاد ده حلم كبير جدا. فلما تغمض عينك كده وتفتح وتلاقي ان حلم الاستاد ده بقى واقع، بقى دلوقتي في استاد النادي الاهلي، استاد السلام، او استاد النادي الاهلي بالسلام اللي هو حق انتفاع 25 سنه، في نفس الوقت ده بدايه علشان الحلم النادي الاهلي الكبير يتعمل. يعني ده مش معناه ان حلم بناء الاستاد بخ، بالعكس خالص. بالظبط، ده بالعكس، اسالك على ده لغايه ما كابتن ميدو حلم البنى اللي هو على اولويات طاوله مجلس اداره النادي الاهلي، لغايه ما الحلم ده يتحقق، لانه ده حلم كبير قوي. تمام. ومكلف جدا ومحتاج شغل كتير جدا. تمام. لغايه ما كل الحلم ده يجهز يا كابتن، لا ده انت عندك كمان واقع. المفاجاه يا كابتن اللي هو مش استاد الاهلي بس في السلام، دي مدينه رياضيه متكامله من صالات وملاعب وحتى ملاعب خماسيه وملاعب تدريب. لك ان تتخيل في كلمه الكابتن الخطيب امبارح وهو بيقول بالنص كده، يعني الجزء الاحترافي اللي في الناشئين لما هيروح مدينة نصر، الأمور هتبقى تقدر تعمل كمان حاجات كتيرة وتوسع منفذ مدينة أكيد نصر. أكيد. فبالتالي طبعا دي حاجات كلها أكيد. دور بقى النادي الأهلي الوطني والمجتمعي، الدور المهم يا كابتن، صعيد مصر. يعني لما تيجي نحط كلمة صعيد مصر، مين كان يحلم اللي النادي الأهلي يبقى له مقر وفرع في صعيد مصر؟ وفين؟ في الأقصر. أنا مش عايز أعدي نقطة، أنا بقى اتفضل يا كابتن، أنا بقى مستنيك عشان ما نعديش نقط. براحتك يعني خالص. خلينا ناخد الأول استاد السلام. بص أنا برضه عشان أنا ما عنديش الداتا اللي تخطر لك على بال. يعني أنا طالع إمبارح أتكلم وأعمل، ما عنديش غير يعني عارف، بس أنا في الحتة اللي دي هقدر أقول لك اللي أنت عايزه.